نناظر من اجل العداله ومن اجل حقوق الانسان ومن اجل الحريه والديمقراطيه والمواطنه المتساويه يجب ان ينشط البحرينيون وينشط الخليجيون لان مصيرنا بالفعل مصيرنا واحد في هذه المعركه المصيريه ان نواجه هذا التطبيع الغاشم ان هذا النهج لن يضع بلادنا على خارطه الحل الصحيح كما يتوهم الحب سنوات من المراوحة وانسداد الأفق السياسي في البحرين لماذا؟ وهل من حلول؟ خلاف سعودي إماراتي تحت الرماد أي تداعيات له على البيت الخليجي؟ وما محددات موقف المنامة؟ مناضل سياسي وطني عنيد مطالب بالديمقراطيه والتغيير ومقاوم للتطبيع كيف يقيم تجربته الامين العام السابق لجمعيه وعد البحرينيه المعارضه سيد رضي الموسوي اهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بايجاز نورتنا اهلا وسهلا فيك شكرا ستراميا وشكرا للميادين على هذه الاستضافه اهلا بك مباشره نريد ان نقف واياك حول المشهد السياسي في البحرين هناك توقف بالكامل لأي حركة أو حيوية ومراوحة في المكان ما الذي يجعل المشهد بهذا الشكل ونحن نتحدث عن ملف كان من ضمن الملفات التي قدمت بين قوسين ملفات الربيع العربي وشهد حراكا منذ مطلع العقد الثاني في هذه الألفية شكرا يمكن وصف الحالة البحرينية الآن في الوقت الراهن بأن هي في حاله نوع من الاستاتيكو الموجود الذي أقصد فيه أن في حالة من الاحتقان بلغت مدى معين بين الجانب الرسمي وبين القوى المعارضة السياسية أدت إلى هذا الصمت أو الهدوء أو عدم القدرة على تحريك بعض الملفات الرئيسية مثل ملف المعتقلين الملف الاقتصادي الملف السياسي الوضع السياسي بشكل عام وعلاقاتنا مع دول الجوار إلى آخره ويبدو أيضا أو أولو... يعني تتداخل هنا أولويات الجانب المحلي مع الأولويات الأقليمية المقصود بالجانب فانجي. المحلي وهل المعارضة تبدو في حالة استكانة أو حتى استسلام يعني لنرى أي حيوية أو حركة أو مبادرات أو أي تفاعل يعني قد نفهم الخطاب الذي يقول بأن الحكومة لا تقدم شيء ولا تتفاعل لكن المعارضة خياراتها نفدت؟ لا الخيارات موجودة دائما والمعارضة مطالبها مطالب طبيعية جدا مطالب الحد الأدنى إذا قورنت بأي حراك سياسي موجود في سواء كان على مستوى الوطن العربي او على مستوى ايضا العالم الثالث خاصه نحن نتحدث انه نحن نؤمن بملكيه دستوريه على غرار الديمقراطيات العريقه التي بشر بها ميثاق العمل الوطني في العام 2001 وقد صوت عليه البحرينيون بنسبه عاليه جدا تزيد على 98% وهذه نسبه حقيقيه وليست كالنسب التي يعني نسمع عنها في اخبار الـ الـ الانتخابات الـ طيب سيد العربية. الموسوي لانك ذكرت هذه الفتره وتعتبر فتره ذهبيه او الفتره الامثل حتى على مستوى العمل السياسي في البحرين نتحدث يعني منذ ال 2000 2001 2002 ميثاق العمل الـ الـ الوطني العفو العام الشامل الذي صدر اخرج كل المعتقلين اعيد وعاد يعني كل المبعدين نحن نتحدث عن عبد الله الراشد عبد النبي العكري احمد الداودي عبد الرحمن النعيمي وغيرها من الاسماء التي كانت في حينها وعمل سياسي وقدمت مبادرات طبعا محفظ الالقاب لكل الاسماء التي ذكرناها ما الذي جعل تلك المرحلة ممكنة؟ إلى أي حد المعارضة تحمل المشكلة؟ واسمح لي أحيل ذلك بما قدمه جاءتك مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محمد محمد يقول إلى أي حد باتت المعارضة بسبب عملها لوقت طويل وهي عندها تاريخ نضالي كبير لطالما عملت بالسر وهذا يعني ما زال يحكم طريقة تعاملها مع الحكومة ولا تجيد ربما العمل بالعلن. لا يعني احنا لما انطلقنا من مرحله يعني مسأله كان يعني في ظروف يعني دفعتكم العمل السري نعم مرحله العمل السري كان كان يحكم البلد منذ العام 1975 قانون تدابير امن الدوله م. وهذا استمر حتى العام 2001 عندما جاء الملك والغى قانون تدابير امن الدوله ومحكمه امن الدوله هذا هذا القانون هو كان الحاكم الفعلي في البلد طوال تلك الفتره م. وعندما انطلقنا بالتاكيد في البدايه كنا نعيش ارباك لان انطلقنا من تحت الارض الى يعني تحت الشمس وهذا يعني الكثير بالنسبه الى اي معارضه سياسيه انه ممكن تنتقل من العمل السري الى العمل العلني، صحيح مارسنا اخطاء في تلك الفتره ولكن سرعان ما يعني تجاوزنا هذه خاصه ونحن في, في التسعينات بدانا نخرج من اطار العمل السري الى اطار العمل كتيار وطني ديمقراطي انا اتحدث عن الجبهه الشعبيه في البحرين عن جبهه تحرير الوطني البحرين عن حزب البعث العربي الاشتراكي في وقتها نعم. الى حد ما نعم وانطلقنا بهذا بواقع التيار الوطني الديمقراطي الواسع الذي لا لا تتحكمه محددات تنظيميه وبالتالي لا لا يتعرض الى ضربات امنيه والى اخره هذا في 2001 عندما عندما جاء هذا الانفراج وأسست الجمعيات السياسية بين هلالين أحزاب سياسية تمكنا من الانطلاق من ضمنها أو كانت الأولى يمكن وعد. نعم جمعية, جمعية وعد هي أول, أول تنظيم سياسي على مستوى البحرين وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي أسست كجمعية مصرح بها وتعمل في إطار العلني ومن ثم يعني جاءت الجمعيات السياسية الأخرى وتشكلت الحاله السياسيه المتقدمه في في البحرين حقيقه واستمرت هذه الحاله منذ العام 2001 حتى يعني 2011 عندما يعني حدث انفجار اخر هو الحراك الشعبي في 14 فبراير شباط تلك مرحله ايضا كان المشهد الاقليمي مختلف تماما عما نشاهده اليوم وذلك ايضا كان من ضمن الامور التي او وضعت الملف البحريني على خلاف ربما بعض الملفات الاخرى فيما يسمى بالربيع العربي في التعامل على المستوى العربي الاقليمي وحتى الدولي، الان الاقليم يشهد تحولات اخرى وفي اتفاق سعودي ايراني واجواء ايجابيه استبشر بها خيرا ويوضع الملف البحريني الان بالسؤال: لماذا لم نرى اي انعكاس علي من هذه الاجواء وهل ايضا التحولات داخل البيت الخليجي تؤثر يعني قبلها كان المشكله مع العلاقه مع قطر والحصار والان نتحدث عن واقع مختلف حتى في علاقات داخل البيت الخليجي يعني يبدو البحرين هي متغير تابع البحرين أصغر دولة خليجية يمكن هي أصغر دولة في على مستوى الوطن العربي مساحتها 710 كيلو مربع عدد سكانها بالوافدين لا يتجاوز مليون ونصف المليون نسمة وبالتالي هي جزيرة يعني تعتبر صغيرة ومتغير تابع في يعني إذا عرفناها سياسيا ولا شك أنها تتأثر بما يحدث في الإقليم عندما جاءت المصالحة بين هلالين الإيرانية الخليجية وخاصة ال الإيرانية السعودية بالتأكيد أنه حدثت يعني جرت مياه كثيرة تحت النهر وهذا وهذه المياه أثرت على أكثر من بلد في في لم نعم ال على المستوى البحريني يعني ترطبت بعض الشيء العلاقات آملنا أنه يكون هناك تحريك في هذه في هذا الملف ولكن حتى الان اعتقد ان الرتم بطيء جدا في مساله المصالحه الخليجيه لان يبدو في هناك بعض التقاطعات او بعض القوى التي لا ترى مصلحه في ان ان تتقارب ضفتي الخليج يعني الان مؤخرا في ما يتم الحديث عنه بانه في مشكله يعني بين او ازمه بين السعوديه والامارات ما نقل عبر وول ستريت جورنال الامريكيه بانه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تحدث الى صحفيين بانه ابو ظبي طعنتنا بالظهر وانه في سيناريوهات قد تطالها وتصل الى حد ما جرى مع قطر موصول بذلك موقع البحرين هنا يعني أين هو إن كان في الفعل في أزمة ما الذي يطرح الأمر بهذا الشكل القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى وبالتوازي كان في أيضا اجتماع تشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي التمثيل البحريني كان الأقل وهذا وضع في مكان وكأن البحرين لا تريد أن تصطف بين هنا بين أبو ظبي أو الرياض ما دقت ذلك بالتأكيد الدول الخليجية هي دول شقيقة للبحرين والبحرين كما قلت هي الاصغر اقتصادا هي الاصغر حجما وحتى بالنسبه لعدد السكان وبالتالي ليس من مصلحه البحرين ان تكون هناك خلافات خليجيه خليجيه، مصلحه البحرين ان يكون هناك مجلس تعاون خليجي قوي قادر على يعني وضع حلول للعديد من المشكلات التي تواجهه ولكن يبدو انه في هناك يعني الحقيقه منغصات هذه المنغصات لم تتمكن دول المجلس من تجاوزها يعني خلصنا من من قصه الخلاف مع قطر ودخلنا في مساله المصالحه الايرانيه الخليجيه والايرانيه السعوديه فبدات يعني دمامل تتفجر هنا وهناك وخاصه بين الرياض وابو ظبي وهذا في الحقيقه لا يخدم المصلحه البحرينية المصلحة البحرينية العليا هي تتمثل في أن يكون هناك بالفعل مجلس تعاون قوي قادر على انتشال الاقتصاديات الأقل قوة مثل البحرين وعمان والانطلاق لكن لا تستطيع أن تأخذ موقفا لا محايدا ولا يعني بطرف دون لا مصلحة البحرين أن تكون يعني يعني مثل على سبيل المثال البحر تربطنا مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية جسر طريق البري الطريق البري البر البر الوحيد وهناك أشبه ما يكون بحبل سري علاقتنا مع السعودية علاقة وجودية على مستوى الاقتصاد نعم على ده. على كل المستويات تقريبا لأنه المستوى الاقتصادي نحن يعني الكل يعرف مم. انه 75% من انتاج النفط ياتي من حقل ابو سعاف المشترك أه. الذي تنتجه شركه أربكم. ارامكو, السعوديه وايضا تكرير, التكرير النفط ياتي 85% من من ايضا من راست النوره صح. وهذا يعني انه سر في في الخليج النفط هو يعني هل هل قوي اليوم نعم هل البيت الخليجي قوي اليوم لا للاسف مستقبل المجلس تعاون للاسف الشديد عندما عندما تشكل مجلس التعاون في العام 1981 كان هناك طموح كبير وكنا نطرح اننا نريد وحده اندماجيه بين دول هذه المجلس وليست وحده كرد فعل على الحرب العراقيه الايرانيه التي حصلت في او اندلعت في سبتمبر 1980 وطرحنا كمعارضه سياسيه كايام الجبهه الشعبيه طرحنا حلول واضحه لمساله العلاقات الخليجيه كيف يمكن ان تكون هناك وحده اندماجيه تسير ولو كانت ببطء ولو مشينا سرنا على هذا النمط صار الان الوضع يعني أكثر. على مستوى جواز سفر الموحد ايضا والعمله الموحده, الموحدة خصوصا و... و... انه يفترض الاجال الزمنيه انتهت عند 2010 لتحقيق مثل ذلك آه فيما نتحدث وانت ذكرت اكثر مره الجبهه الشعبيه البحرينيه وهذه ايضا انت انضويت يعني آه في صفوفها يعني قبلها كنت ضمن الاتحاد الوطني البحريني وهذا كان يعني الاتحاد فيه روافد اساسيه للحركه السياسيه البحرينيه ذكرنا منها يعني جبهه التحرير وجبهه الشعبيه وحزب, وحزب البعث العربي الاشتراكي بشكل او باخر وهنا بدا ايضا مسير النضال سيد رضي الموسوي وانتم يعني مثل ابن بطوطه حتى في عمليه السفر طلبا في العلم وفي مساركم النضالي، نعم. يعني الخروج من البحرين بعدها إلى العراق قبل العراق الكويت الكويت طبعاً. إلى جامعة الكويت والعراق والعراق وبيروت قبلها سوريا سوريا وبيروت بالتوازي كنت نعم. تنتظر أن يأتيك الموافقة للدراسة نعم. في جامعة بيروت العربية وجاءت الموافقة بالتوازي، أنا أتحدث عن مسار هنا في الابعاد بالبدايه م. لماذا ابعدت من الكويت بعد أن ذهبت اليها طبعاً. الى الدراسه في للاتحاد الوطني لطلبه البحرين م. وكانت هناك بعض الخلافات مع جماعه النادي الذي اسس بدعم من السفاره البحرينيه بالكويت وكان هناك بعض الاشكاليات وتم واتخذ قرار بابعادنا من الكويت وانتقل طلبنا يعني العراق. الذهاب إلى العراق وتقدمنا بطلب لمواصلة دراستنا الجامعية في العراق ولكن هذا الطلب رفض وطلب منا مغادرة القطر العراقي خلال أسبوع واضطرينا للمغادرة إلى دمشق وأيضا تقدمنا بطلب مواصلة دراستنا في دمشق وذهبنا أيضا إلى بيروت وانقسم يعني أربعة منا تقريبا قبلوا في في سوريا والباقي ظلينا في, أنت في بيروت. لم تأتي موافقة في دمشق. لا لم تأتي موافقة في دمشق. آه، لم تختر آه، يعني آه، بيروت آه، على على دمشق. لا وبعد بيروت انتقلت <applause> إلى. قبل أن تنتقل من يعني قبرص محطة لوحدها <applause> يعني ليس فقط إنه في تاريخ نضالي وأنما تعرضت للكثير قبرص محطة لكن في بيروت عنوان. ليس فقط بالنسبه لتاريخك النضالي، عن حدث مفصلي في تاريخنا الحديث عن الاجتياح الاسرائيلي لبيروت، انت كنت هناك وحملت السلاح في وجه اسرائيل. آه قصة كل كل, ما كل من كان في بيروت، في بيروت كان هناك الكثير من العرب. وكل من كان او اغلب خلينا نقول اغلب من كان في بيروت حمل السلاح وهو اسلم طريقه للنجاه بالنفس لان الموت موتة الجبناء يعني هذه صعبة انه م. يكون يعني ضمن تاريخنا السياسي او تاريخ الانسان، وبالتالي كان افضل حل انه ترفع السلاح وهذه مسألة فقط رد الجميل الى بيروت التي كانت تحتضن الجميع، م. هذه بيروت ويجب الدفاع عن بيروت. لا بدنا قصة بداية حمل السلاح. انت كنت في الجبهة الشعبية البحرينية يعني في الجبهة الشعبية في البحرين لا, لا يعني لا يعني ليس لديها كفاح مسلح صح كانت جزء من الجبهه الشعبيه لتحرير خلاص. عمان والخليج العربي وكان لدينا مناطق محرره في اقليم ظفار في عمان بعد الانكفاء الى منطقه اليمن الديمقراطي اليمن الجنوبي الى المحافظه السادسه يعني تمكن القوات السلطانيه بدعم من البريطانيين وقوات الإيرانية أيام شاه إيران م. سنة 75 من هزيمة الثورة عسكريا في تلك الأيام فانتشرت الكوادر في العديد من المناطق ومنها في بيروت ودمشق وبعض المناطق الأخرى في مرحلة في بيروت كنت أريد أن أواصل الدراسة وجاء الغزو الصهيوني إلى بيروت في يونيو حزيران 1982 وكان القرار أن نحمل السلاح فذهبنا إلى منطقة الجامعة العربية زي تسمى كانت تسمى جمهورية الفكان يعني وبالتالي وكنت أنا مع أصدقاء مع المرحوم الشاعر أمجد ناصر من الأردن كان أيضا مع الصديق العزيز نور الشاعر السوري السوني. نوري الجراح ويعني بدأنا هكذا. وبدأوا شو ينفروني. جاء بالبرقية؟ بالبرقية اللي وصلتك؟ البرقية التي جاءت من المرحوم عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للجبهة الشعبية بالبحرين. التحق. فالتحقت. وكنت رح تستشهد أكثر من مرة ممكن في... يعني كان كانت مسألة الإنزال يستشهد. حتى يعني نعطي بعض الأمثلة، الإنزال الذي كان يفترض أن يكون بالرملة البيضاء الليلة التي يعني دعيتم فيها وللذهاب لمواجهه انزال عسكري اسرائيلي محتمل كنا في راس النبع فجاءت برقيه <applause> والمسؤول العسكري طلب منا المتطوعين يذهبون الى الرمل البيضاء في انزال بمنطقه الرمل البيضاء فيعني كنت انا وواحد عراقي الوحيدين الباقي فلسطينيين ولبنانيين فاحنا اتخذنا قرار ان نتطوع في كل شيء مع ان احنا لا نعرف كثير هم اشطر منا من يض... عندما يسالون من يذهب نرفع ايدنا و... ونقلونا الى الرمل لكن قالوا البيضة. ان هذا الانزال يعني سيكون في الرمل البيضاء و... ممكن الكل يستشهد نعم. يعني نعم. من سيذهب ليستشهد صحيح ما كان بالرمل البيضاء كان كان في الحمام العسكري من تصدى له تصدت له القوات السوريه اللي كانت موجوده و... ومحاصره بالاضافه الى قوات المشتركه كانوا الفرسان الحمر الفرسان الحمر بالفعل واستشهد منهم العديد حقيقة كانت معركة كان القصف شديد على الرمل البيضاء كانت القنابل المضيئة في الرمل البيضاء وكانت وكان محاولة الإنزال والضفادع البشرية في حمام العسكري كيف العسكر. مرر التطبيع؟ يعني عندما نتحدث عن هذه المحطات أنت مثال سيد الموسوي اللي أمثلة كثيرة من الشعب البحريني التطبيع يعني جاء في لحظه تيه عند الامه م. حقيقه ليست على مس... ليس على المستوى الخليجي فقط ولكن ايضا على على, المس... على المستوى العربي نحن امه في حاله ضعف وتيه وغياب لمشروعها القومي اليوم على مس... على يعني كل دوله في الاقليم على سبيل المثال ايران لديها مشروعها بدنا نحترم هذا المشروع وان تضاربنا معه او تناقضنا معه تركيا لديها مشروعها الكيان الصهيوني لديه مشروعه السؤال كبير ما مشروع الامه العربيه صحيح آه يعني اعتقد انه هذه هذه كلها هي تاثرت يعني بشكل مباشر وبالتالي حتى على الجامعه العربيه التي أو يعني قدره المواجهه بالنسبه للشعوب العربيه، خلينا نتحدث عن الشعوب العربيه ونحن كنا ذكرنا المحطه المفصليه في بيروت ومن بعدها كان في ابعاد حتى بالنسبه لقاده الثوره الفلسطينيه وصار في محاوله لان تكون قبرص بشكل او باخر محطة الأقرب إلى يعني مواجهة إلى بيروت وإلى فلسطين وكان في حضور فلسطيني وأنت لماذا غادرت من بيروت إلى دمشق إلى قبرص؟ نعم بعد يعني في طلعت من بيروت كان في هناك أيضا عائلة بحرينية كانت المرحومة ليلى فخر مع ابنتيها موجودين في بيروت وكان مطلوب مني انه اوصلهم الى دمشق وصلتهم الى دمشق وعدت الى بيروت وبقيت حتى ال 83 ومن ثم يعني اضطريت لمغادره بيروت نتيجه للوضع الامني الضاغط جدا في بيروت الغربيه ومن ثم يعني عدت الى دمشق ومن ومنها يعني كان هناك قرار ان اذهب الى قبرص ايضا لمواصله الدراسه وفي قبرص هناك كان جو اعلامي والى حد ما سياسي فلسطيني عربي يعني مئات من الكوادر الفلسطينيه التي كانت في بيروت انتقلت الى الى نيقوسيا تحديدا كل الصحف الفلسطينيه آه. تقريبا كانت موجوده, موجودة. هناك فيها. على قربها يعني من فلسطين نعم. طالما يعني صار في ابعاد لتونس اه نتحدث عن قيادات الثوره من البدايه حدث امني كبير اه يعني في مواجهه العماره اللي انت ساكن فيها الامين العام اتحاد كتاب الفلسطيني حنا مقبل اغتيل نعم ولماذا اعتقلت؟ <applause> لاني رحت اتبرع بالدم وجمعت تقريبا خمسين طالب عربي وجلهم من الفلسطينيين للتبرع بالدم لان الشهيد حنا مقبل يعني صديق وكان عنده وكاله القدس بريس وكان يعمل فيها ايضا الصديقان امجد ناصر المرحوم امجد ناصر ونوري الجراح وعندما اغتيل في البنايه المقابله نزلت وجدت انه مضرج بدمائه وجاء الاسعاف ونقله الى الى المستشفى الطوارئ ودفعت باتجاه ان نذهب للتبرع وتبرعنا جميعا يعني كانت حصيله كبيره في هذه ولكن الساعه السادسه مساء اعلن عن وفاته، انا كان كنت في الهيئه التنفيذيه للاتحاد الوطني لطلبه البحرين وكان عندنا اجتماع في دمشق، فاليوم التالي غادرت الى دمشق وعقدنا الاجتماع ولما عدت يعني كان سيناريو عند الامن القبرصي غريب بانه انا قمت بالعمليه عملية و... وغادرت وقدمت تقرير الى قيادتي وقصدتك لون وعت... الحقيبه ولون الحقيبه بالفعل انقذتني <applause> كانت اللون الحقيبه التي كانت ناقلنها من من المنطقه نفذ فيها الاغتيال التي ايوه نفذت فيها الاغتيال الى 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 السنتر المدينه الى صديق الى طالب فلسطيني <applause> بيذهب إلى الكويت وأنا محمله هذه الحقيبة إلى أخي الأكبر في الذي يعمل حقيبته كان كانت المتهم السوداء وأنت حقيبتك بيضاء نعم. وبعدها رحت إلى الإمارات ومن ثم عدت إلى نعم. البحرين وهذا مسار نضالي مستمر كنا نحاول أن نضيء عليه وأنت لديك عائلة جميلة جدا من ثلاثة أولاد محمد مهندس طلال طبيب بيطري وعلي مساعد طبيب أسنان وزوجتك ليلى لها كل التحية والاحترام نعم شكرا جزيلا لك سيد رضي الموسوي على هذه المشاركه معنا لميل العام السابق لجمعيه فعد البحرينيه المعارضه. شكرا لك سترانا وشكرا للميادين على هذه الاستضافه اتمنى ان نلتقي. ان شاء الله دائما وشكرا لكم مشاهدينا اينما كنتم موعد جديد يتجدد الاسبوع المقبل ودائما بايجاز الى اللقاء.